وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، أهلا بحضرتك في البداية. كما نتابع الفعاليات الخاصة بمنتدى السلام والتنمية المستدامين والنسخة الثالثة من هذا المنتدى والتي تنعقد أيضا في أسوان، قراءتك للكلمة الخاصة بالسيد الرئيس وبشكل خاص أنه أكد أن هذا المنتدى بينعقد في توقيت بالغ الدقة وبالغ الأهمية؟ الحقيقة تحدث عن النقاط التي الهامة جدا والخطيرة التي يواجهها المؤتمر، ويجب أن يبحثها، ويجب أن يصل إلى حلول مفيدة بالنسبة لها. الوقت التوقيت هي توقيت مهم جدا جدا، نعم. يأتي تتعرض في قارة أفريقية لأزمتين كبيرتين جدا، أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، وهذا أمر مهم جدا، وأزمة ندرة المياه وأزمة التصحر، نعم. وكل هذا أمور يجب أن يتعرض لها المؤتمر، لأن المؤتمر يبحث عن السلام والتنمية، ولن يكون هناك سلام أبدا إلا بالاستقرار، والاستقرار يأتي من وجود الأمن، والأمن يقتضي وجود موارد مهمة للغذاء الذي تعاني منها القارة. سبق السيد الرئيس أن دعا الدول المتقدمة لنقل التكنولوجيا الخاصة بالغذاء والصناعة أيضا للحصول على غذاء أفضل وكميات أكبر، وأيضا للحصول على قيمة مضافة بالنسبة للصناعة الخاصة بالموارد الأفريقية الطبيعية. كل هذا أشار إليه السيد الرئيس، وأشار إلى أنه لابد من التكاتف والتضامن لحل هذه المشكلة، وأن هذا المؤتمر يعتبر في توقيت وتوقيت مناسب جدا في ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها مشاكل كثيرة جدا، تعاني منها أكثر من معاناة أوروبا وأكثر معاناة القارات الأخرى. وبالتالي فإن الموضوع المنتدى يجب أن يتعرض لكل هذه المشاكل، ونحاول إيجاد الحلول العملية والتي يجب أن تكون على أرض الواقع، وأن الدور الصناعية الكبرى لابد أن توفي بالتزاماتها التي وعدت بها في مؤتمر جلاسكو، نعم. لكي تستفيد من القارة في الزراعة بالذات الأفقية والزراعة الرأسية، لكي التقدم التكنولوجي يخدم الزراعة ويخدم الصناعة، ولا بد من الحصول الأفريقي عليه، وأن يقع هذا الالتزام على الدول الصناعية الكبرى. نعم. بالتأكيد كل هذه الملفات التي طرحها السيد الرئيس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذا المنتدى، سيادة السفير، حضرتك تحدثت عن الأمن الغذائي أو أزمة الغذاء في القارة الإفريقية، ولكن أود أن أتوقف عند أزمة أخرى وهي ضرورة مواجهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. والسيد الرئيس أشار في هذا الملف تحديدا إلى حرص مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وخدمة شعوب المنطقة لمتابعة أو لمواجهة التبعات السلبية الخطيرة لهذه الظاهرة. تعليقك على هذه النقطة تحديدا ودور مصر في مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية. الحقيقة أن مصر كانت تعلم بذلك دائما، وتدعو الدول إلى المشاركة وبذل الجهد لمواجهة الإرهاب، ولذلك تم إنشاء مركز السلام هنا في القاهرة، نعم. لمواجهة مسألة الإرهاب ومسألة التطرف. هذا المركز يعالج هذه المشكلة الخطيرة التي تؤخر أفريقيا وتستخدم فيها أفريقيا السلاح لحل المشاكل، ويدعو السيد الرئيس إلى عدم استخدام السلاح، يدعو إلى الحوار، والحوار هو سبيل سليم لحل كل المشكلات الداخلية الخاصة بالدول الأفريقية. يجب أن تتوقف الحرب الأهلية، يجب أن يكون يسود السلام من خلال الحوار بين كل الأطراف، وأنه لا بد من دعوة مهمة جدا، وأن يدعو السلام إلى قبول الآخر. لا بد من هناك وجود اختلاف في الرأي، ثم وجود حلول يقبلها الجميع، نعم. حد أدنى من الحلول عدم استخدام السلاح أمر مهم جدا، ويجب أن تتوقف الحرب الأهلية والنزاعات الداخلية والتطرف الذي يدعى بأنه تطرف ديني. الدين لا يأمر إطلاقا باستخدام السلاح لحل المشاكل، يبقى بالعكس الأمر شورى، ولا بد من الحلول التوافقية وحلول الحوارية التي تؤدي لحل هذه المشاكل. نعم. وفي هذا الإطار أيضا السيد الرئيس لفت إلى المرحلة التالية التي تأتي بعد إنشاء هذا المركز، مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب،
مسألة إعادة الإعمار، والسيد الرئيس لفت تحديدا إلى إطلاق مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية. قراءتك لهذه الخطوة المهمة ولهذا المركز والدور الذي يقوم به في أعقاب النزاعات، وذلك من أجل مساعدة الدول التي تخرج من هذه النزاعات في إعادة الإعمار بها؟ هذا المركز يقوم بدور مهم جدا في موضوع إعادة الإعمار. نعم. يجب استغلال الموارد الأفريقية لإعادة الإعمار، وهناك سبيلين لإعادة الإعمار، الإعمار الفكري والإعمار المادي. الإعمار الفكري صحيح. يجب أن تكون هناك أفكار جديدة لصياغة قبول الآخر وقبول تعاون بين كل الأطراف. نعلم جيدا أن هناك قبائل في أفريقيا، يجب أن هذه القبائل لا تتنازع، يجب أن يكون بينهم حد أدنى للتفاهم للنهوض بالدولة، لأن تمسك كل قبيلة بأفكارها وبإمكانياتها وأنها لابد أن تحصل على أكثر الأصوات وأكثر المناصب وأكثر مجال للثروة، يجب أن يتغير هذا. فهناك إعمار، لابد إعمار فكري وإعمار مادي بإعادة تغيير والحل، إيجاد حلول للتصحر وإيجاد حلول للنظر للمياه، وأن المياه يجب أن تكون وفق الاتفاقات القانونية الثنائية والأنهار الدولية وفق القانون الدولي. كل هذه الأمور لابد أن تبحث وتتخذ فيها قرارات حاسمة يلتزم بها الاتحاد الأفريقي أيضا. نعم. في ضوء المعطيات التي ذكرتها أيضا معالي السفير، إذا هناك أهمية كبيرة لإنعقاد هذه النسخة وهذه الدورة من المنتدى، وذلك مع قرب إنعقاد الدورة 27 لقمة المناخ إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. أهمية هذه الجزئية تحديدا في رأيك؟ هذه الجزئية جزئية هامة جدا، لأن تغير المناخ فعلا تعاني منه أفريقيا. الغابات وما تعاني من الجور عليها بتغيير لها دور خطير جدا في تغيير المناخ. التصحر أيضا مصدر في منتهى الخطورة. الموارد المائية الشحيحة الموجودة في أفريقيا، ليس كل الدول الأفريقية تنعم بالمياه. نعم. وبالتالي فإن كل هذه المسائل الثلاثة يتصلون بعض، كما ذكر السيد الرئيس أنها مشاكل متشابكة. التصحر والجور على الغابات وندرة المياه متشابك مع بعضها البعض، لابد من التعرض لها وإيجاد حلول ملزمة لكل الدول الأفريقية، ويتبناها الاتحاد الأفريقي من خلال المفوضيات الموجودة فيه لحل هذه المشاكل. هذا أمر مهم جدا جدا جدا. نعم. سيادة السفير، ذكرت في بداية حديثك أن السيد الرئيس تحدث على أهمية التكاتف من أجل مواجهة كل التحديات الخاصة بالقارة الأفريقية، وأيضا ذكر نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه هذا المنتدى بيمثل صوت أو محاولة لإيصال الصوت إلى الشركاء الدوليين. أود تعليق حضرتك على هذه النقطة المهمة التي أثارها السيد الرئيس. الحقيقة أن موضوع العمل الجماعي في أفريقيا موضوع مهم جدا، لابد من الالتزام بالعمل الجماعي، لابد من وصول إلى النتائج يلتزم بها الجميع، يعني يطبقها على الأرض، لا تتخذ قرارات في المؤتمرات أو في المفوضيات الأفريقية وثم لا نطبقها، لابد من تطبيق هذه النتائج التي يصل إليها المؤتمر، وأن تكون ملزمة من خلال الاتحاد الأفريقي، وأن المفوضيات يجب أن المفوضيات الموجودة في الاتحاد الأفريقي تتابع هذه النتائج لتطبيقها على أرض الواقع لكي نستفيد منها ولا تبقى في الأوراق في الأدراج. هذا لا يمكن. من ناحية أخرى أيضا، الالتزامات التي على الدول الصناعية الكبرى التي ألزمت نفسها وعرضتها في مؤتمر جلاسكو الذي عقد في منذ أشهر، لابد من أن توفي بهذه الالتزامات لتتمكن أفريقيا من مواجهة المشكلات الكبيرة جدا الخاصة بالغذاء والتقدم الصناعي والقيمة المضافة للموارد الصناعية الموجودة فيها. نعم. أيضا في ظل التوترات والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كيف يمكن أن يحدث هذا التكاتف بين الشركاء الدوليين وبين كل الدول الأفريقية، أن يتم هذا التنسيق فيما بينها من أجل مواجهة مختلف التحديات، سواء بالنسبة لمواجهة الإرهاب وكذلك أيضا العمل على القضاء على أزمة الغذاء، بل الوصول إلى الاكتفاء من الغذاء
ليس فقط الأمن الغذائي ولكن أيضا الاكتفاء الذاتي من الغذاء كما تطرق السيد الرئيس في كلمته. الحقيقة السيد الرئيس كان قد دعا إلى هذا الالتزام من خلال مؤتمرات القمة الكثيرة التي عقدت إبانة أن كان رئيس الاتحاد الأفريقي. نعم. فهناك قمة خاصة بأفريقيا فرنسا، قمة خاصة بأفريقيا الصين، أفريقيا روسيا، أفريقيا ألمانيا، أفريقيا بريطانيا، كل هذه القمم مع الدول الصناعية الكبرى كانت واضحة تماما أن هناك التزام من ناحية هذه الدول والدول الأفريقية. يجب أن يتم تطبيق هذا، يجب أن يتم الإعلان عن جدول زمني لتطبيق هذه. يعني في دول عرضت 20 مليار دولار وغيرها لموضوع المناخ، ودول أخرى عرضت 10 مليار، ودول أخرى دعت إلى 30 مليار. يجب تطبيق هذا الالتزام عمليا ووضع جدول زمني لتطبيقه بالحياة من حيث على أرض الواقع لكي تستفيد من الدول الأفريقية، وبهذا هذا التطبيق يكون فعلا تصل الدول الأفريقية إلى جدول لتطبيق هذه المساعدات لتصل إلى غرضها بالتنمية ورفع كفاءة الدول الأفريقية بالنسبة لموضوع الغذاء أولا، وأيضا القيمة المضافة بالمسائل الصناعية الثانية. نعم. نعم. سيد الرئيس أيضا تحدث في كلماته على أنه مصر بتسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية وتقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية. أيضا يعني قراءتك لهذه النقطة التي أثارها السيد الرئيس في كلمته عن دور مصر في دعم الدول الأفريقية في هذا الإطار. مركز السلام المقام في القاهرة يعقد دورات تدريبية ويأتي إليه مسؤولين أمنيين ومسؤولين في الرقابة الإدارية ومسؤولين من الشباب وبرلمان الشباب، وكل هذا في ظل لخدمة الأغراض الأفريقية، لخدمة قرار ينهض بالدول الأفريقية. دورات خاصة بالشباب، دورات خاصة بالأمن، دورات خاصة بالرقابة الإدارية، دورات خاصة بالعسكريين الأفارقة للأمن. كل هذه الدورات دورات تعقدها مصر في القاهرة ابتغاء الوصول بأفريقيا إلى استقرار وتنمية. نعم. نعم. أيضا السيد الرئيس أعرب عن ثقته في أن مداولات المشاركين في هذا المنتدى بشكل كامل هتشكل إسهامات رفيعة ومقدرة من أجل صياغة وبلورة رؤى محددة بتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل. برأيك هل تتوقع أن يخرج هذا المنتدى ببعض الأمور التي تنفذ على أرض الواقع من أجل أن يكون هناك خارطة طريق نحو مستقبل أفضل لمواجهة مختلف التحديات الخاصة بالقارة الأفريقية؟ يستطيع هذا المؤتمر فعلا أن يصدر قرارات ويحدد لها تواريخ ويحدد لها سبل تطبيق على أرض الواقع. مواجهة الأمر الواقع أمر مهم جدا، ليس القرار لا يؤخذ صيغته هكذا، يجب أن يكون له جدول زمني وإطار محدد للقيام بواجبات محددة. إذا نجح المؤتمر في التوصل إلى هذا سيكون مسألة مهمة جدا جدا للنهوض بأفريقيا، الجدول الزمني والمهمات المحددة للتطبيق في كل دولة أفريقية. نعم. أشكرك جزيل الشكر السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.